نحن حمص، حزب ديمقراطي وطني نوفمبري ببعد ديني، ولسنا إسلاميين. عبارات رددها زعيم حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري في معرض تقديمه لما يسميه الحلم الجزائري كبرنامج انتخابي لموعد 18 أفريل. وتوقف الرجل أكثر من مرة عند عبارة لسنا حزبا إسلاميا فلا تصنفون ضمن الإسلاميين. إحنا وطنيين نوفمبريين مسلمين ديمقراطيين. زعيم حمص فتح النار على أحزاب من صف المعارضة دون أن يسميها، واصفا إياهم بالتشكيلات السياسية غير المحترمة تتأخر في التحرك والمبادرة، ثم تتحدث عن المرشح التوافقي. في مبادرة جديدة في هذا الاتجاه راح نسمعوا لها. حزب مسؤولية تحترم نفسها، ما تبقاش في الانتظارية. قال يا ولدي أنا نستناو، ما نديروا برنامج، ما نجمعوا توقيعات، ما نتصلوا بالمواطنين، ما نفكروا، ما نترشحوا، ورانا ننتظروا كاش ما ربي ينزل لنا مرشح مشترك. هذا تصرف غير مسؤول، هذا تصرف تاع أحزاب ماهيش محترمة. وعود كثيرة يقدمها عبد الرزاق مقري في الحلم الجزائري، برنامج يقول إنه ذو رؤية سياسية اقتصادية مع مشروع تعديل دستوري واستحداث هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات مع عهدتين رئاسيتين فقط، نقاط تمثل أهم الإصلاحات بعد ندوة للتوافق الوطني إن تمكن الرجل من الفوز بمنصب رئيس الجمهورية. سأعمل على تشكيل حكومة توافقية، تعديل الدستور، لجنة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات، والاقتصادية القصد منها الحد من الفساد وقواعد بيئة الأعمال المناسبة للإقلاع الاقتصادي. ورئيس الحكومة الذي سأقترحه هو في ذهني وفي رأسي، هو موجود، هو شخص له كفاءة، وهو من الشخصيات الذين لهم كفاءة كبيرة جدا في تسيير الانتخابات، ليس من حركة مجتمع السلم. وإذا نجحت إن شاء الله راح نزيد نتقدم نترشح العهدة الثانية، سأغلق العهدات بعهدتين هذه أتعاهد بها. هو حلم يطرحه مقري قبل الانتخابات الرئاسية التي يكون الشعب فيها الفيصل الأول والأخير. فهل سيتحقق حلم زعيم حمص؟ أم أن تصريحاته ستفتح عليه جبهات جديدة بعد هجومه على رفقاء الأمس؟